معنى آية إنما النسيء زيادة في الكفر. يتساءل الكثير من المسلمين عن معنى آية إنما النسيء زيادة في الكفر الواردة في سورة التوبة. وللوقوف على معنى هذه الآية الكريمة لا بد من العودة إلى كتب التفسير المعتمدة للوقوف على ما جاء فيها من تأويل وتفسير وشرح وتبصرة بقول الله تعالى. إن معنى آية إنما النسيء زيادة في الكفر أي تأخير حرمة شهر حرمه الله إلى شهر آخر لم يحرمه، وذلك أن العرب في الجاهلية كانت تستحل شهرا محرما وهو من الأشهر الحرم، وتحرم بدلا منه شهر صفر وهو من الأشهر غير المحرمة. فأخبر الله تعالى بأن ذلك الفعل كله زيادة في الكفر، لأنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله يضل به بسبب تأخير شهر محرم وتقديم صفر عليه. ومعنى قوله تعالى الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، هؤلاء الكفار إذا قاتلوا في الشهر الحرم أحلوه وحرموا مكانه صفر، وإذا لم يصادفوا فيه قتال حافظوا على حرمته ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا أنهم إذا حرموا شهرا أحلوا مكانه شهرا، وإذا أحلوا شهرا حرموا مكانه شهرا آخر للمحافظة على عدة الأشهر الحرم الأربعة، فلا تزيد ولا تنقص عن أربع. زين لهم سوء أعمالهم، أي زين لهم الشيطان أعمالهم الخبيثة فظنوها بأنها طيبة. وجاء في تفسير الطبري في تأويل قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، أي إن تأخير أهل الشرك بالله لأحد الأشهر الحرم الأربعة وجعله حلالا وجعل الحلال منهن حراما، إنما هذا الفعل زيادة في كفرهم وعصيانهم وجحودهم لأحكام الله وآياته. وقوله تعالى يضل به الذين كفروا، أي يضل بالنسيء الذي ابتدعه وسنه الذين كفروا الناس، والذين ابتدعوا النسيء يضلون به الذين كفروا. قوله تعالى يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، أي ليوافق ما حللوا من الشهور وما حرموا منها عدة ما حرم الله، أي تبقى عدة الأشهر الحرم أربعة لا تزيد ولا تنقص ولو استبدل محرم بصفر. أما المراد بقوله تعالى زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين، أي حسنت شياطين الإنس والجن لهم وحبب إليهم سيء أعمالهم وقبحها ومن خالفوا به أمر الله وطاعته، والله تعالى لا يوفق لطريق الفلاح القوم الكفرة والجاهلين.